طيب الهاند اكزامينشن زي ما اتفقنا هنشوف الفيديو منفصل بالتفصيل بتاعته، لكن عندنا برضه هنبص على السكن ممكن مثلا يبقى عليها الايه برضه بيتيكي او ايكيموز عشان العينه عندنا سيكوبينيا وده موجود في العينين بتوع اللوبس. ممكن نبص برضه على سوبرفيشال سيرموفلوبايتس ممكن نشوفه في بعض العينين بتوعنا، وممكن نشوفه مثلا مع الانتوفسكيلي سندروم. وهنشوف الالبو بقى اكزامينشن. الالبو اول حاجه نعمل برضه انسبكشن. الانسبكشن عايز اشوف السكن بتاعته اذا كان فيها اي عليها اي سويلنج، فيها ريدنس، في سكار، في مثلا ساينس ولا حاجه بيعمل ستشارج. هبص دايما على الجوينت من قدام ومن ورا. تمام. طيب في ممكن بقى وانا ببص برضو الاقي مثلا في سويلنج موجود هنا كده. السويلنج ده دايما في البالبيشن ببقى مجهز نفسي عشان اقول دي حاجه ارتكيولر ولا دي حاجه بارا ارتكيولر، لان الارتكيولر هيبقى ايه، هيبقى السويلنج ده واخد الجوينت كله. لكن ممكن الاقي في سويلنج في الجنب بس، ده موجود في البسه سواء يمين او شمال، يعني ميديال او لاترال، ده موجود في الجنب. وممكن نشوف في سويلنج هنا ويطلع ان دي ايه، ان دي على الدورسال سيرفيس هنا ممكن نشوف في سويلنج ويطلع ده بالسب فيجنس نجول عشان العيان ده روماتويد ارثرايت. طيب بعد كده هعمل بالبيشن. البالبيشن عايز اشوف ايه، هشوف اذا كان في اي تندرنس، واي حاجه طبعا بعمل فيها تندرنس